عندما قدمت بورش سيارتها باناميرا لأول مرة في معرض شنغهاي عام 2009 أثارت إعجاباً كبيراً، وأبدى محبو بورش دهشتهم بالسيارة رباعية الأبواب ذات المحرك الأمامي متسائلين، هل يمكن أن ينجح شيء كهذا؟ ماذا عن صورة الماركة في السوق؟ هل تخرج بورش الآن عن تقاليدها؟ بعد 4 سنوات تطلق بورش الجيل الثاني من باناميرا في السوق، دليل على أن جرأة المهندسين والمصممين قد أتت أكلها. هذه هي سيارة بورش باناميرا الجديدة. جراند توريزمو سجلت مبيعات أعلى من المتوقع، وقد باعت بورش أكثر من 30,000 سيارة، ما فاق توقعاتها. ومنذ عام 2009 قامت الشركة ببيع أكثر من 100,000 سيارة باناميرا في أنحاء العالم، معظمها بالطبع في أمريكا والصين. وسنعرض لكم اليوم ما تغير في سيارة باناميرا. لم يغير المهندسون فقط في الخارج، لكن في محرك السيارة أيضاً. التوفير أصبح العنوان الرئيسي عندما نتحدث عن خصائص محرك السيارة الجديدة V6 مقارنة بالمحرك V8 المستخدم حتى الآن في 4S. يمكن توفير حوالي 18% من استهلاك الوقود. بفضل محركها التربو بسعة 3 لترات، ازدادت قوة السيارة ب20 حصانا، كما يفوق عزم الدوران المحرك السابق V8 ب20 نيوتن متر. قدمت بورش 10 إصدارات من باناميرا. الجديد هو إصداران إكسيكيوتيف يوفران مساحة أوسع للأقدام في الخلف. نجرب باناميرا إكسيكيوتيف 4S بالمحرك الجديد V6. السرعة القصوى تصل إلى 286 كيلومترا في الساعة، ويمكن الإسراع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثوان فقط. أما استهلاكها للوقود فيبلغ 9 لترات لكل 100 كيلومتر. يبلغ طول النسخة الجديدة 5.17 أمتار، ويصل وزنها إلى 2 طن. بين الجيل الأول والثاني تغييرات طفيفة فقط، على سبيل المثال في غطاء محرك السيارة والمصابيح الأمامية. مقارنة بالسيارات المنافسة، تعتبر باناميرا إكسكيوتيف أقل طولاً، فهي أقصر ب10 سنتيمترات من سيارة أودي A8 و5 سنتيمترات من BMW 7. لكن الاختلاف لا يقتصر على الطول عموماً فقط، فأبوابها الخلفية أطول أيضاً، ما يوفر راحة كبيرة للركاب في المقاعد الخلفية. في الواجهة لم يتغير الكثير في باناميرا الجديدة. المصابيح أصبحت أكثر استدارة، ومداخل الهواء في اليسار واليمين أكبر قليلا، وغطاء محرك السيارة أصبح أكثر بروزا، وكذلك العتبة الجانبية. معظم التغيرات كانت في جزء السيارة الخلفي لأنه جلب انتقادات كبيرة. الآن أصبحت النافذة الخلفية أوسع، وتغيرت المصابيح الخلفية، كما تم نقل موقع لوحة الترخيص إلى الأسفل، وهو ما يجعل باناميرا تبدو أفضل كثيرا من الخلف. نلقي نظرة على الجزء الخلفي للسيارة ونقارنه بالنسخة السابقة التي تظهر في الناحية اليسرى. تحت ماسحات الزجاج الخلفية يوجد زر لفتح صندوق الأمتعة. سعة الصندوق تتراوح من 445 إلى 1263 لترا. باناميرا إكسيكيوتيف أطول ب 15 سنتيمترا من السيارة السابقة، وهو ما يوفر مساحة أكبر للقدمين، ومن يجلس في الناحية الأخرى يمكنه تحريك المقعد الأمامي بسهولة من الخلف إلى الأمام. حتى وإن كانت فئة إكسيكيوتيف سيارة مصممة لتكون سيارة الليموزين للشخصيات المهمة، إلا أن المرأة لا يمكنه سوى أن يحسد سائق هذه السيارة. التجهيزات في متناول يده، والأمر المريح هو مساعد ركن السيارة الأمامي والخلفي الذي يساعد في ركن السيارة حتى في المواقف الضيقة.
في المقعدين الخلفيين أيضا وفرت بورش إمكانية تغيير وضع المقعد كهربائيا للمزيد من الراحة لكل راكب. يبلغ سعر السيارة أكثر من 132 ألف يورو في ألمانيا بزيادة حوالي 25 ألف يورو عن فور إس العادية. أما أسعار النماذج الكبرى من منافساتها مثل أودي A8L أو BMW 7 فتقل عن سعر باناميرا إكسكيوتيف بحوالي 50 ألف يورو.